أهلا وسهلا، هلك ومستهلك. طلع البدر علينا، كلمات حلوة كتير بنسمعها بنفهمها، حلو تفهمها تتحسها أكتر، مش لأنه بدنا نصدق، لأنه هني قالوا. اليوم بدنا نحكي Do not believe in believing. ما بدي صدق شو بيقول فلان وفلان وفلان، بدي أكل الخبز، بدي أشرب المي، بدي أختبر. لأنه إذا أنا بقول لك شي بدينتك ويدك بدينت ويدك بدينت، وبعدين بتوصل لهون غلط. بلبنان لعبة للأولاد اسمها التليفون كسر. أنت اختبر، شوف حالك. بس نروح على المطعم بيجيبوا لنا المنيو، بيجي طيب عندك هي؟ لا يا الله، ما عندك هي، ما عندك هي. وبعد نطلب بعدين. طيب طلبنا، فتحنا شوي، يا الله لو طلبت مثل هي وانا شمي لك يا الصحن. دايما مرت الجيران احلى من مرتك، دايما الجنينه هون خضرة اكثر من هون. انتبهوا، انت تشوف حالك جوعان، شو انت طالع عبالك، انت تراقب نفسك. هيك لحظة بالنهار، ليه بدي روح؟ طيب طلع بهالسرمية، بدك سرمية، طلع بهيك، طلع بهيك، طلع بهيك. اليوم جيت بتاكسي من استوديو، قال لي أنا صرت موصلك مرتين على البيت، إنه هني بيحفظوا أكثر، إنه مريم على التلفزيون. ومن حديثه قال حروف بالقاف، عرفت انه من الدروز هيك. قلت له هالكلام حكيم كمال جملات قبلنا كلنا، وبلش يخبرني بيو كان من المرافقين. قال لي بس حدا يجيب له صرمية اكتر من 5 ليرات. لا شو شارينا ارخص صرمية يلبس، لا تجيبه هيك. ما شايف النار كل اللي ياكله، كان تعرفوا كيف اكله، يروق اي كتاب لكمال جملات كلهم. فإذن ليش ما سمعنا له؟ ما كنا حاضرين. انت بتحضر الحضرة لما بتوصل إليك الموت، لما بتوصل لمصيبة، لما هيك. فإذن رافقها وراقبها. ليه بدي اشتريها وهي اللي بدي اشتريها؟ يا الله ما بقى عندي تعليق لتيابي، شيل التياب اللي ما بدك اياه وصار عندك تعليق. ما عندي صرمية، رحت أشتري صرمية. طلع باللي ما عنده أجرين، صرمية وحدة بتأديكي. أنا إليش 20 سنة يمكن، ما بعرف قديش بالزمان، صرمية وحدة البسها سنين بعدين بتجر منها، بتضل منيحة بعطيها لحد. وخبرتكم هلأ السرامي كلها مضروبة. قلت له وماركات بجيب أو شول أو شي من هيك؟ قالوا لي بس بأمة العرب ضاربينا، يعني بدي اشتري صرمية من لندن، صرمية من أمريكا، كل الصرامي بأمة العرب تتزحى تتوقع. اجرك تلت هيك، هديك تلت. ولو اشتريت أغلى صرمية هون، خبرتكم كلهم شفتهم مضروبي. وسألت وقعت على الإنترنت، قالوا لي ايه. فإذا شو بتعمل؟ البسها بالكلسات، ما فيني البس صرمية بلا كلسات صيفا شتاء، بحس علي رح اوقع. وهيك عملون قصد للعرب. هلا تيشوفوا كيف فينا نقتل اكثر من غير شعب. هالمليارين مسلم يعني رح يحتلوا الكره الارضيه، والمسلمين ارهابيين، يعني نحن يعني شعب اللي عم بيصير. فإذا أنت رقيب وحسيب على جسدي، على أفكاري، على النوايا، على بيتي هيدا اللي بفوت معي على القبر، وبيتي هيدا اللي بيساندني. أنت السند. انتبه، بس بدك تاكل، بس بدك تنام، يعني نضل هيك بهاليقين. إذا قبل ما ننام هيك شي 5 دقايق قبل ما تنام، خد نفس غميق، نفس غميق، نفس غميق.
وقول كلمة أنت بتحبها ونام عليها لحالة. هي هاي النفس وهالكلمة اللي بتحبها لحالة بتشتغل كل الليل. التأمل لما نبتوع قبل ما تفتح عينيك قول كلمة، نقول الحمد لله قليلة إنه فتحت عينيك وما مت الليلة، معناته عطيتني بعد مناسبة. يا الله يا حبيب قلبي، إنه شو بدي أعمل بهالنار هذا إذا عطاك 24 ساعة يعني، بس على القليلة فتح عينيك الحمد لله يا حبيبي. إنت هالكلمة الحمد بتعيشها كل النهار قبل ما تنام، يا معين يا شافي يا حي شو ما بدك. أنت كلمة ألفة مش 99 مليون ألف وتسعة وتسعين، كل كلمة من الله. هيك هيدي التأمل على طول أنت يا الحال. وخبرتكم مرة كنت بالسعودية وهيك عندي سلة وفيها كتب وفرشة على الأرض، كنت اللي بدي أعمله ببيت الملك فيصل، احترموا هالأمر يعني، قالوا لي فرضتي حالك علينا، وين بدك قصر كبير؟ قلت لهم هون، شيلوا له كل شيء وأنا فرشتي على الأرض. كنت كل يوم هيك أكتب مكتوب قوم الصبح أقرأ وأشكره. في نهار كتبت شيء، تاني يوم جيت على أمريكا وجيت وحدي، قالت لأنه بس كنت زعلانة في بيت بروح بشوفه. قلت أروح أنا وياك يا حبيب قلبي، شو هالبيت أنا بقصر كوخ. كتبت ورقة ولسقت، إذا بدكم تبيعوا الكوخ اتصلوا فيي، هيدا أنا هون عم هيدي عيش بهون، بدها تعيش بهالكوخ. تعرف المولى شارينه جديد ولا ما بدنا نبيعه؟ قلت له بس بقدر اجي اتفرج عليه وشوفه. هي يس يو كان، سمعت صوتي ورحت. قالت لي سامحيني انا كنت كتير قاسيه معي. قلت له انا كمان، ما تخافي يعني الصوت وقت تكون هاديه او كانت عاصفه بلا عاطفه. عجبني البيت، اوضتين واوضه ومطبخ، حمام فوق حمام تحت، هيك وجنينه. قلت لها اذا بدكم تبيعوا، قال لا ما في غيره بكل المنطقه، ونحن هيك اشتريناه وكان عندنا بيت كتير كبير وشفنا هالبيت وعجبنا. مبروك، قلت لها بس اعدي قلبي هالبيت وماشي بالنسبه لهديك يعني وين بينشره يعني. ما في جمعة تلفني تعرف لي البيت لعليك، وقع جوزي كسر إجره. يا الله سمحني. جيت لعنده، دي بديك 250، ترى عطيك 300,000 وكاش ما بتدفعي ضريبة. قلت لك بك تعملي، وشفتني أنا هيك شر شوحة يعني، قلت لما عليك وهيك وقت. قلت لي هيفا من هونيك بك تعيشي هون؟ قلت لي كتبته باسمي. وتعجبت هالمرأة، قلت لها فيك تضلي معي إذا بديك وأنا بهتم فيك وبجوزك. وهيديك البيت المرة اللي أخذني قلت لها بتضلي معنا وبتموتي معنا وبتعيشي معنا، انتقل من اسم لاسم وهيك بقيت معنا. كان ولادها وجوزها هالبيت إلها وغنية كتير، قلت لها هالملايين يضلوا معك، ما بدي حق البيت ولا بدي منك شيء، خليك هون. وهيك عاشت معنا وما صدقي لما نحن هيك بقى نعيش. العلي منا بالمال، العلي بالعقل. وهيك عشت بهالكوخ، تركت العفشة ونيكت الناس أخذته، حطيت كم فرشة على الأرض وقلت لهم هلأ من قصر كان قبر إلى قصر وقبر. شفتوا أنه فيك تعيش بقصر فيك تعيش بقبر، فيك تعيش غني فيك تعيش فقير، المهم تعرف أنت وين المصير، أنت لوين رايح، شو جاي تعمل على هالممر. شفت عراتنا تطاول في البنيان حبيب قلبي. تذكرت مرة تاني بس بلش نحكي بالعربي، رح نقرأ كتاب فنجان قوة، قرينا منه أنا وباسم حلو كتير، رح نقرأ ويكون بإيد شرب الخليل اللي بيعمل بسمات وطن، هيدا قلو الكتاب. ورح يكون نحن عنا تلفزيون شربل وأنا وباسم وبيتر وانت وكل هيك قريبا، كل التلفزيونات هيدي بقى توقع، رح يكون في تلفزيونات ما فيها دعاية، كل اللي معنا كلهم صدقة ووقف، بس ما حدا جوعان ما حدا عريان، اللي بده بيت اللي بده سيارة اللي بده ولاد للمدرسة يروحوا.
بنعيش على الصدقات. إذا كل واحد منكم بيبعث دولار بالنهار بالشهر، شوف شو بنعمل بالأسبوع عاد ما أنت بتقدر على الصدقات. ما بدنا بنك، مثل النفس اللي بيعطينا نفس. قديش في ناس عم تستفيد معنويا ماديا صحيا كل شيء من هالموقع. فوتوا فيه دعم، حط صدقة. بالإنجليزي do a nation، نحن بنعمل أمة، وهيك لدعم الأمة نكون من أمة محمد. محمد مش مسلم ولا مسيحي، ولا المسيح مسلم ومسيحي. كل من حمد الله الألوهية اللي فيك إيمانا واحتسابا. قلت له شربل ما تخاف، شربل كتير برنامجه غالي وهيك. قلت له هيك بدنا نعيش. قال لي بنقدر؟ قلت له أنا قادرة وأنت قادر، والقادر قدر القادر وما قدر. ساعتها ما فيك تخلي حدا جوعان. نحن بالجماعة كل واحد يسحب الجرور بياخذ قد ما بده، مثل بيت المال كان 3 قروش 3 دنانير. لا انت انت وضميرك شو بيقول لك؟ فإذا بدنا نحيي الضمير، بدون ضمير ما في مصير. From sex to super consciousness، من أول خطوة بتجي الجلوة. صرتوا تعرفوا هالبرنامج أو هالحضرة أو هالجلسة هي لنخبة النخبة وصفوة الصفوة وخاصة الخاصة. كلنا ما بعد فينا نشتغل، يعني اللي عم بيعمل الموقع ما بقى فيه يشتغل مع ناس رعاع وخواريف، لأن ما رايح يشتغل يقبض، ما بده المال. المال بيجي بيلحقك من رزقة الرزاق، دودي بالصخر وبعت له، حيوان مريض بالبحر بعت له مين طعمه من الحيوانات. كلهم بريدكتبل. نحن عنا حرية مثل ما بدك تختار، سو منختار نكون مع المختارين بجماعة ما فيها لا ولادة ولا موت، ما فيها دين ولا مادي ولا معنوي. قد بساطك مد إجريك، كلنا عايشين كسنان المشط. مين ما شفت هيدا انت، مش خيك انت. كل هالولاد تعيط لك يا بابا ويا ماما وانكل وعمتي وعمتي وعمي ما في موت، في احتفال. اللي بيخلق اهلا وسهلا، واللي بيروح اهلا وسهلا، كمان عم بتفوت على بيت تاني. يعني من جسر إلى جسر، من ممر إلى ممر، بس التقمص منغير القميص ومنعيش هالجماعة حي واحد. ما بعرف كيف بدنا نكون، بس عارفين إنه كلنا رح نكون من أهل الوقف. مش الوقف اللي بتشوفوه هلا بالأديرة بالديانات، لا، الوقف الحلال. انت حللت لنفسك انك تخدم سنه سنتين ثلاثه، انت بتكون طبيب بهالمستشفى. حطوا الاحمديه وشوفوا حول العالم، شوفي عندهم ولا دعايه بتلفزيوناتهم، كل وسائل الاعلام. ما بيعيشوا بقلب المدينه، كلهم برا والناس بتجي لعندهم، وعندهم كل شيء بكل جماعة، من محطة التلفزيون لشركة سفريات لبيت بسموه بيت الضيافة. بتروح اكل شارب نايم، ما حدا بيقول لك. وقت اللي بيبعت وراي بدفع تيكت الطيارة وكل شيء. وقت اللي رحت اقعد عندهم جمعتين، اللي بدي اعملهم بجمعتين عملتهم بيومين. والدرس اللي اخذته بحياتي ما بنسى، كلهم وقف وكلهم بهاللطف. وان شاء الله نلتقى فيكم.